قضية الحد الأدنى للأجور هي مطلب حقيقي لكل الطبقة العاملة المصرية، بدليل إن إحنا جينا يوم 3 إبريل وقلنا لهم مهلة شهر، وكل عمال مصر مجموعة كبيرة منهم موجودة معانا النهاردة بتطالب بتنفيذ الحكم القضائي. والنهاردة في نقابة الصحفيين إحنا عاملين مؤتمر احتفالي بعيد العمال هنعلن فيه عن خطواتنا القادمة. لن نتنازل عن تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور، نطالب بإقالة حكومة نظيف لأنها حكومة تنحاز إلى الأغنياء ورجال الأعمال وتتجاهل تماماً العدالة الاجتماعية. مطلبنا حد أدنى للأجور وحد أقصى للأجور وربط الحد الأدنى للأجور بالأسعار وأن يتحرك سنوياً وفقاً لنسبة التضخم في المجتمع. ونرفض قانون التأمينات الاجتماعية ونرفض كل سياسات خاصة الهيئة العامة للتأمين الصحي ونطالب بتثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة. استراتيجياتكم الثانية لتنفيذ الحكم القضائي بالنسبة للحد الأدنى؟ الحشد الإعلامي والحشد السياسي. الحشد الإعلامي سنستمر في خطواتنا من أجل فتح ممارسات الحكومة المصرية التي تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء. ثانياً سندعو العمال إلى اعتصام إلى عصيان مدني تدريجياً في المصانع في المناطق المختلفة. سيستمر احتجاجات الطبقة العاملة المصرية لحين تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور. لن نتنازل عن هذا الحكم، فهو حكم بذاته كافٍ لتحقيق عدالة اجتماعية ولن نتنازل عنه. هل اقتصادياً إلى أي درجة هل الحد الأدنى للأجور اللي اتحكم فيه يعتبر مقبول ويعني تقدر الحكومة عليه؟ مصر فيها موارد كتيرة جداً، مشكلتنا في الفساد اللي الحكومة المصرية صنعاه، مشكلتنا في هيكل الأجور اللي بيخلي ناس بتقبض 1,000,000 جنيه وناس بتقبض 99 جنيه. بلدنا فيها موارد، الذي ينقصنا فقط هو الإرادة، الإرادة نحو تحقيق عدالة اجتماعية وحكومة تنحاز لصالح العمال والفقراء ولا تنحاز لصالح رجال الأعمال. نحن أمام حكومة تمثل الزواج الحقيقي ما بين السلطة والمال. يجب أن يتوقف هذا الفساد ويجب أن يفسخ هذا الزواج. حق عمال مصر وفقراء مصر في سياسة اجتماعية عادلة.